ما الذي دفع القوات لإعلان هذه العملية والتقدم نحو حرض؟ أبارك وأهني لشعبنا اليمني تحرير جزء من الأرض اليمنية وهي مديرية حرب. طبعا قبل ما أتكلم عن سير المعركة سأتكلم لقد بدأ الآن العد التنازلي لزوال عصابات إيران. فمثل هذه العصابات رأس مالها كان هو الهالة المفبركة التي صنعها الإعلام الميليشياوي على أساس أنهم قوة ربانية لا تقهر، وهذا يطري على كثير من السذج. والآن زال هذا الوهم، ومعه زال تأثير السنولفين مخدر الشجاع الإيراني. طبعا يا اخي العزيز، باغتة العدو من حيث لا يعلم ينتج عنه تشتت لقواته، ويصبح يعيش في مرحله مذهله من التخبط، يفقد السيطره والتحكم بوضعه العسكري، وتنهار قوته في جبهات اخرى. باذن الله سيتم مباغته في جبهات لم يتوقعها، وسنقسم له عموده البقري في من منتصف الظهر. كل هذه الانتصارات بفضل الله، ثم بدعم اخواننا في التحالف العربي، ثم في تحرك اخواننا العمالقه الابطال، وبصمود مأرب حيث كانت صخرة صماء تحطم أمامها المشروع الإيراني الإمامي. نعم أخي العزيز، طبعا مديرية حرب كانت الجيش الوطني والقوات الألوية اليمن السعيد في المرتقة الخامسة واللواء الأول، نعم، كانت تحاصر هذه المديرية من ثلاثة اتجاهات، من جهة الغربية ومن جهة الشمالية ومن جهة الجنوبية. الآن تمكنت من تطويق المديرية من الجهة الشرقية من مديرية حلب بعد سيطرة على معسكر المحصام وتباب المحصام والتقاء أبطال المنطقة الخامسة وأبطال اللواء الأول في معسكر المحصام.